خلافنا على أولوية المرور أسقط الكثير من الحسابات الإنسانية. جورج الريف تعثر لينهض مذهولاً بعد طعنه، ويتعثر لينهض ويركض فيتعثر وملاحقه لا يتوقف عن ركله ولكنه وطعنه. جورج الريف اللبناني في بلده ما قال سوى دخيلكم، مستصرخاً الحضور لإنقاذه، فلم يتلقى استجابة سوى الذهول أو عدسات الهواتف مسلطة عليه تسجل مقتله بدلاً من أن تسعى الأيدي الممسكة بها لإنقاذه. جورج الريف مات، قتل في وضح النهار وليس جريمة مستترة بليل، في مكان عام وليس بقعة معزولة نائية، في حضور العشرات لم ينقذه أحد، وبتوثيق مباشر ثانية بثانية. القاتل عدل ثيابه، تناول كوباً من العصير، رحل واثقاً، بات في منزله ولم يقبض عليه حتى إلا في اليوم الذي تلى الجريمة. ما دار في لبنان دار فيها كذلك مرات سابقة، ودار أيضاً باختلاف التفاصيل في مصر وسوريا والعراق والأردن والخليج في أغلب الدول. قتل أو سرقة أو تحرش ولا أحد يحرك ساكناً. هل أصبحت اللامبالاة سمة مجتمعاتنا تجاه مظاهر العنف؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي الوسائل المعتادة. على الهاتف 00442077650211، وصيا على 00447930-4004. أيضا على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحة شخصية على تويتر @محمد_news. تستطيعون كالمعتاد التواصل مع نقطة حوار عبر الكثير من الوسائل الإلكترونية، اختاروا واحدة منها أو أكثر وابعثوا بإجاباتكم لحازم الخولي. حازم، أهلا بك. أهلا بك محمد. محمد، في الحوار الإلكتروني اليوم آراء ذات مضمون سلبي بشأن الطريقة التي بات يتعامل بها الناس في مجتمعاتنا العربية مع من يحتاج إلى مساعدة أو نجدة، هذه المجتمعات التي اشتهرت دوما بالشهامة والمروءة والنخوة. لماذا جاءت الآراء بهذا الشكل؟ هذا ما سنتعرف عليه لاحقا في البرنامج. شكرا جزيلا. إذن يا حازم سعود إليك لاحقا، لكننا جمعنا الآراء كذلك بالتوجه مباشرة لمكان الحدث. كاميرا نقطة حوار سألت مجموعة من اللبنانيين ما إذا كانوا يؤيدون فكرة تدخل الأفراد لمنع انتهاك القانون أو التصدي حتى لمن يقوم بذلك. الآراء كانت متباينة كما نستمع إليها. لا، ما في يتدخل. يعني مثلا مثل الحوادث اللي عم تصير مؤخرا، ضرب وكذا، بوجود السلاح الابيض، يعني هذا السلاح الابيض هو القوى الامنيه والدوله هي المفروض تمنع هودي القصص. اذا في مشكل صغير اكيد ليه ما بتدخل، مشكل صغير قصدي بقصه مثلا الزباله اللي هلا نحن عايشين فيها، بس اذا مشكل كبير مثل اللي صار من فتره معنا اكيد ما بتدخل، انه اذا انا ما حدا دعمني ليه بدي اروح اتدخل؟ اكيد لا، يعني بس كون شوف هيك حالي قدامك ما بتسترجي تقرب عليه اساسا، يعني لانه بكون في نوع من التوتر الكبير. اكيد يعني اذا صار جريمه، اذا صار حدا شيء مشكل صار بشي شارع عام مثلا والناس واقفه، مفروض انه يخلصوهم. هلا بالبدايه انه طبيعي الانسان، يعني بحسه الانسان اذا شاف شيء غلط انه بده يتفاعل معه، يعني فما فيني اشوف واحد عم ينضرب مثلا او انه مثلا زباله مكبوبه وانه انا كانه ما خصني جاي من كوكب اخر. هيدي شغلة الدولة، أي شيء بيحصل بالشارع غير قانوني وغير مألوف وغير مسموح يصير، الدولة لازم تتدخل. بتدخل إذا فيي بتدخل، إذا قدرت بتدخل. لا لا، هي شغلة الدولة. اليوم ما في ضمير بالعالم كله بيرضى إنه الشخص يكون عم يضرب زلمة أو عم يضرب مرة وواحد يوقف يتفرج. بالنسبة لأي جريمة، المروءة العربية أو النخوة ما بتتجزأش ما بين أي دول في العالم، أيا كان مصري لبناني سوري، لو شفت قدامي جريمة أنا هتدخل حتى لو أنا كنت قتيل. طيب، آراء مختلفة كما ذكرنا. إذن بعضهم قال لن يتدخل إطلاقا، بالعكس هي مشكلة الدولة، يجب الدولة أن تقوم بحل هذه المشاكل وليس الفرد. البعض قال بالعكس، أيا كانت المشكلة سيتدخل بشدة. وهناك من وقف في المنتصف، بمعنى أحدهم قال إذا كان مشكل صغير سيتدخل، أما إذا كانت مشكلة كبيرة لن يتدخل بالتأكيد.
هل التدخل من عدمه ربما يعني إشارة إلى فكرة اللامبالاة التي أصبحت اتهام مباشر للكثير من المجتمعات العربية، مثل الحادثة التي أشرنا إليها في لبنان، الجميع وقف متفرجا بل ويصور الحادثة دون أن يتدخل فيها؟ كيف تفكرون أنتم؟ مع مجموعة من الاتصالات الهاتفية، رشا، مايز، جلال وأبو عمار على خطوط الهاتف، وأبدأ مع رشا. رشا عراقية لكن تقيم في لبنان. رشا أهلا بك، كيف تعلقي على هذا الحادث، ليس على التفاصيل في حد ذاتها ولكن على الحضور الذي وقف يصور بدلا من أن ينقذ الضحية؟ أهلا بك. في الحقيقة سلوك اللامبالاة هذا هو يعني منتشر في معظم إن لم يكن كل البلدان العربية، فالحوادث متكررة للأساس. هذا سلوك اللامبالاة يؤمن للمجرمين غطاء اجتماعي لممارسة الجرائم والخروقات دون خوف أو تحسب، له أسباب كثيرة طبعا، من ضمن هذه الأسباب ويمكن اعتبارها سبب رئيسي هو الخوف من التدخل بسبب عدم ثقة المواطن بأنه الدولة ستوفر له حماية أو ممكن أن تحفظ حقوقه إذا تدخل، حتى يعني ربما يتعرض لانتقام الطرف الآخر. بس الصورة لم تكن كذلك ليس منذ أعوام كثيرة يا رشا، لكن منذ أعوام يعني فلنقل مثلا 30 عام لم تكن الصورة كذلك تماما، بالعكس، وكما ذكرنا حتى في بداية البرنامج كانت فكرة أن يهب الشخص لمساعدة من يستغيث به موجودة. ما الذي اختلف؟ ما هي نفس الحكومات ونفس يعني الشعوب. الذي اختلف هو أنه تعود المشاهد أو تعود الفرد العربي على مشاهد العنف التي تعرض تقريبا يوميا وعلى مدار الساعة، سواء على شاشات التلفاز أو شبكات التواصل الاجتماعي، بالتالي انعكس ذلك، هذه المشاهد انعكست انعكاس واضح على السلوك وعلى المجتمعات بشكل واضح وجلي، وبتنا نفتقد كثيرا كثيرا ذلك العربي الشهم الذي يهرع لمساعدة من يحتاجه أينما كان. بس من يلجأ أو من يقوم بهذا السلوك؟ ربما يكون هناك تفسير أنه لا يساهم في إنقاذ الضحية للخوف أو لعدم الثقة أو الأسباب الكثيرة التي ذكرتيها، لكن أن يقف ويصور ما يحدث، أليس هذا غريب؟ هذا حاليا لا يعتبر سلوك غريب، لأنه نحن نعيش ثقافة الشو، ثقافة الاستعراض. نحن نرى الآن الكثير من المشاهد التي يعني مشاهد محزنة ومخيفة، أيضا يكتفي للأسف الكثير من الأشخاص بتصويرها واعتبارها إنجاز أن يضعوها على صفحة الفيسبوك الخاصة بهم مثلا، وهذا أمر شائع حقيقة للأسف. يعني يتفاعلوا لكن يعني بدلا من التفاعل في الحقيقة وإنقاذ الضحية، للأسف يتفاعلوا على فيسبوك أو على يوتيوب وخلافه. رشا شكرا جزيلا لك، وسأستمر في استقبال الكثير من الآراء، لكن أيضا ضيفتي من لبنان المحامية مريم مهنة الباحثة في مركز المفكرة القانونية تنضم إلي الآن عبر الأقمار الصناعية من بيروت. سيدة مريم أهلا بك. بداية، هل هناك تفاصيل جديدة متعلقة بالحادث تستطيعين أن تخبرين بها ربما تكشفت خلال الساعات الماضية؟ لا، نحن عم ننتظر التحقيق لأنه عرفنا أنه توقف الجينة وبسرعة قياسية نسبة لغير جرائم بلبنان، فنحن ناطرين ومنتبهين جدا هيدي المرة على اللي رح يقول له التحقيق. يعني لماذا كانت السرعة قياسية وليس كالمعتاد كما أشرتي هذه المرة تعتقد؟ بفتكر لأنه هول الجريمة والطريقة الكتير كتير بشعة اللي صارت فيها واللي تصورت، هيدا سبب أكيد. بس السبب الثاني أنه المجرم هو من أصحاب السوابق ومعروف جداً بالرأي العام اللبناني، لأنه تقريباً من سنة 2009 بنسمع بجريمة بشعة تلو الأخرى. هيدا المرة الأولى اللي بتصير جريمة قتل
بس الجرائم السابقة كان فيها عنف كمان كتير كتير مرتفع وكلها تغطيت بالإعلام مش بهالطريقة يعني أثناء حدوثها بس بعدين. فبفتكر هالعنصرين عملوا ردة فعل كتير كبيرة وخلوا السلطات بفتكر تستجيب هالمرة أسرع. بس هذا غريب جدا وأريد أن أتوقف عنده يا سيدة مريم، لأن إذا كان للرجل هذا السجل الإجرامي الذي أشرت إليه لماذا لم يتم محاسبته إذن؟ هيدي يعني عم توضع الاصبع على الجرح، وهيدي هي يمكن المساله الرئيسيه وراء الطريقه شوي يمكن الكثير صادمه بكيف هالجريمه شفناها كلنا قدام عيوننا لان عم تتصور. النقطه الرئيسيه هي مساله التدخل بالقضاء بلبنان، يعني نحن بالمفكره هيدا وحده من المعارك الكثير كبيره اللي صلنا كذا سنه عم نخوضها. للأسف جريمة المغدور جورج ريف ظهرت لنا يمكن فداحة التدخل وقديش ممكن يكون فظيع ووحشة، مثل ما مرة حدا من القضاة قال بمحاضرة أن التدخل بالقضاء بلبنان وحشة. فهالفرد هو عمل لفترة طويلة بمجموعة أمنية لشخص متمول مهم جدا في لبنان، هو صاحب مصرف كتير مهم، الشخص يعني صاحب المصرف اسمه أطوان صحناوي. فأكيد التدخل بالقضاء عملية كتير صعبة أنه نثبتها، يعني نكون عنا اتصال أو إثبات على هيك شيء، ولكن ظروف هذا الشخص أنه هو بهالفريق الأمني وهالشخص اللي هو اللي يحميه بطريقة أو بأخرى. عندما يعني تقولي التدخل في القضاء يا سيدة مريم، ما الذي تعنيه على وجه التحديد؟ ما هي أشكال التدخل في القضاء اللبناني؟ هلأ الأشكال كتيرة، يعني مثلا أنا اللي كنت حابة أن نرجع عليه اليوم بهيدا المسألة أنه هالجاني هو كان مشارك مع المجموعة الأمنية اللي كنت عم بحكي عنها سنة 2010 بأحداث بملهى ليلى اسمه الميزون بلانش، وضج الإعلام كتير بهيدي الجريمة على أثر إشكال شخصي بين الراعي إذا بدك صاحب المصرف وشخص تاني كان موجود بالملهى تقوص على كذا شخص وصار في جروح بالغة يعني. وفي نقطة استفهام كتير كبيرة كيف حفظت الدعوة عن الجاني الحالي طارق يتيم وعن اللي حاميه يعني بقى وعن الأعضاء التانيين بالمجموعة. فهيدا بيخليني أقول أنه في نقاط استفهام كتير كبيرة إذا ما صار في وقتها تدخل لحماية هالمتمول الكبير وفريقه الأمني من تبعات الجريمة اللي كانوا اللي شاركوا فيها واللي أطلقوا فيها النار بمكان سهر وقدام كتير من الأشخاص وبدون ما يعتلوا هم السلطات الأثار يعني. طيب لكن مرة أخرى الضغوط التي يتعرض لها القضاء، أنت قلتي أنها ضغوط كثيرة، أمثلة على ذلك يعني، هل تهديدات مثلا على حياتهم، هل تدخل في عملهم بشكل مباشر، ما هي الضغوط التي يتعرض لها النظام القضاء؟ هلا التدخل بالقضاء شيء كثير معقد اكثر من بس انه تهديد او اتصال من رجل سياسي، يعني بيقدر يصير بالترهيب وبيقدر يصير بالترغيب، لانه مثل ما بتعرفوا يمكن انه التعيينات القضائيه بلبنان والتشكيلات يعني اختيار مركز لقاضي بتصير بمرسوم من السلطة التنفيذية، فإذا من السياسيين فممكن الضغط على عملهم يصير بوعدهم بمنصب، وشفناها بكذا حادثة قبل وين قاضي مثلا عمل اجتهاد متقدم جدا لحقوق المرأة وعوقب بالتشكيلات لأنه أزيح عن محكمته ووضع كمستشار يعني لتخفيف دوره، وبالعكس قاضي شارك يمكن بإقفال محطة تلفزيونية من كم سنة تولى رئاسة غرفة بمحكمة التمييز مثلا. هيدا نوع من التدخل في أنه أعضاء مجلس القضاء الأعلى بلبنان بتعينهم السلطة التنفيذية. وأهم مسألة أنه يمكن لازم نشوفها بأبعد من
جريمة جورج ريف المغدور، يعني أنه لازم يصير في تجريم أقسى بكتير للتدخل بالقضاء بلبنان. يعني في ضعف بالمنظومة القانونية جدا بهذا الأمر، لأنه بيعتبر التدخل بالقضاء مخالفة، والغرامة هي من 20,000 ل 100,000 ليرة لبنانية، يعني ولا شيء. بينما مثلا إذا منقارن مع دول تانية بمصر، الدستور بنص على هذا الضمان، على تجريم التدخل بالقضاء، وبيعتبر أنه مرور الزمن ما بيسري عليها ليدل قدي خطيرة. فهولي عناصر كلهم يعني بيتداخلوا مع كل ما ذكرتيه. هل مازال المواطن اللبناني يثق إذن في نظام الحساب أو العقاب أو النظام القضائي أو أخذ حقه عبر القنوات التي يفترض أنها القنوات المنطقية والشرعية؟ هلأ أكيد ما فينا نتخبى وراء الواقع أنه في عدم ثقة كبيرة، وفي أشياء سمعناها بالإعلام وبالرأي العام ومن من الأشخاص بعد الجريمة اللي شهدناها، وخصوصا أنه الجاني لكن عنده سوابق، أنه شو فينا بعد ننتظر من القضاء؟ لازم ان ناخذ نستوفي حقنا بايدنا. دونك في هالشعور بالخوف وبالقلق، وبانه ما في منظومه قضائيه حاميه. ولكن ونحن بالمفكره كثير القانونيه كثير حساسين على هالامر، لازم ننبه من خطوره الانزلاء لهذا الشيء، ولتعميم هالصوره النمطيه على القضاء، انه القضاء ما بيطلع من امره شيء، لسببين. اول واحد انه هيدا الشيء بيميع المسؤوليه عن القضاة اللي فعلا هن خضعوا لتدخل، ونحن من هون بندعي هيئه التفتيش القضائي انه تحقق مع كل القضاة اللي استلموا ملفات سابقه كان فيهم طارق يتيم مشتبه فيه يعني رئيسه، ويتحقق معهم ويتحاسبوا اذا لازم، يعني يتسمى ويتوضح القضاة اللي خضعوا للتدخل. ومن جهة تانية هالتعميم على القضاء بيضعف القضاة اللي هن لحديت اليوم رغم كل الضغوط عم بيقاوموا هيدا الشيء وعم بيعاقبوا حتى. فكتير مهم انه ما ننزلي لهيدا الشيء، لانه هيدا عنده تداعيات على المجتمع كتير خطيرة. آخر سؤال سيدة مريم، ربما سيقود إلى النصف الآخر من البرنامج أو الجزء التالي، وهو موضوعنا الرئيسي، وهو طريقة استجابة من كانوا يتابعون الحادث نفسه من المواطنين العاديين الذين اكتفوا فقط بالمشاهدة أو حتى التصوير دون إنقاذ الضحية. البعض يقول إن داخل بنود القانون اللبناني نفسه هناك بعض المواد إن إذا امتنع شخص عن مساعدة شخص آخر ربما في أزمة أو يتعرض لحادث أو خلافه، هو نفسه يجب أن ينال جزء من العقاب أو الغرامة أو حتى الحبس. هل هذا دقيق؟ هل هذا ينطبق على هذه الحالة؟ لأن الفيديوهات التي انتشرت مؤلمة، والأكثر إلاما أن من كان يصور كان يشاهد ولا يفعل أي شيء. صحيح انه القانون اللبناني بيعاقب عدم مساعدة شخص بخطر، ولكن قدام وحشية هذا الشخص، وبفتكر خوف الناس، يعني بفتكر تصرف العالم كمان هو مثل انعكاس لهالشعور بالقلق، وانه الدولة ضعيفة، يعني ظهرنا غير محمي كفاية. بفتكر ما لازم نشيل هالأشياء من إطار العنف اللي عم نعيشه بلبنان وانحلال الدولة وبالعالم العربي حوالينا. فأنا مش تخفف، ما بعرف كل شخص شو المسؤولية، بس قدام وحشية كمان هيدا التصرف، بفتكر انه في ناس وقفت مذهولة انه إذا رح تتدخل رح يمكن تقتل هي كمان، وهيدا مش لحديت هون بيروح تحميل المسؤولية. بس أكيد إذا ما حدا هرع يجيب رجل أمن أو لأن في سرايا درك مش بعيد عن وين وقعت الجريمة، هيدا بيكون شيء صادم جدا لازم نتوقف عليه مثل ما عم تعملوا بالحلقة يعني. وسنتوقف عنده في الجزء التالي بالفعل. سيدة مريم، شكرا جزيلا لك. يا سيدة مريم مهنا المحامية والباحثة بجمعية المفكرة القانونية كانت معي من بيروت. المزيد من الاتصالات الهاتفية لكي أعرف رأيكم. مايز يتحدث من لبنان. مايز أهلا بك. أهلا بك. كيف تصنف ما الذي حدث؟ والنقطة الأخيرة التي كنت أتحدث فيها مع الأستاذة مريم منذ قليل، من وقف يتابع ويشاهد لم يتدخل بل كان يصور.
مع الأسف أن العنف في لبنان والمنطقة العربية بشكل عام لم يعد ظاهرة بل أصبح ثقافة عامة، لأن ما تشهده المنطقة من سنوات عديدة إن كان في سوريا أو في لبنان أو في العراق وغيرها من اليمن وغيرها من البلدان العربية جعل العنف أمرا حاضرا يوميا بين المجتمعات، بين الناس في القرى في البلدات في المدن يوميا. يعني هي مش قصة جورج الريف، يمكن هي لأنها توضحت أكثر على الإعلام، صورت جهارا عملت هذه الضجة، ولكن يوميا نحن بنشوف على مفارق الطرق والمستديرات على أفضلية مرور يطلق رصاص. للأسف أنا بقول لك يمكن إذا اللي قتل جورج الريف هو ابن الدكويني ساكن بالدكويني الأحرى، يمكن اللي بيعرفوه من أهل المنطقة ما بيتدخلوا لأنه بيعرفوا قديش عنده سوابق وقديش مثل ما كانت عم تحكي المحامية من شوي قديش عامل مشاكل أمنية وطلع من بعدها يمكن براءة ما بعرف على أثر المشاكل اللي عمله. فلما مواطن بيعرفه وبيعرف أنه هو رح يرتكب جريمة بده يتدخل ويمكن يتأذى كمان مثل ما تأذى جورج الريف، وبيعرف أنه ما في دولة أو ما في أمن رح يخذ له حقه، أنه يمكن الجاني رح ينتصر بينما المجني عليه هو اللي رح يتعاقب، فأكيد ما رح يتدخل. أما لكن بعد هذه الحادثة هل تعتقد أن الأمر سيستمر على ذات المنوال، سواء في التعاطي من قبل السلطات مع حوادث مشابهة أو حتى في تعاطي المواطن نفسه مع اللامبالاة التي أشرت أنت إلى أسبابها في بداية إجابتك؟ للأسف أعتقد أن الأمر لن يتغير شيء، لأن أمثال من طارق أتيم أو غيره هم محميون من سياسيين لهم سلطة على القضاء قادرين أن ينفذوا سياساتهم على القضاء، يفعلوا ما يفعلون. القضاء ليس نزيها بما فيه الكفاية، السياسيون هم يتدخلون بالقضاء وبغير القضاء. الفلتاح الأمني وترهل الدولة وما نشهده في لبنان من تحلل لفكرة الدولة والنظام والقانون في لبنان والجرائم اليومية اللي عم بتصير، صحيح في لبنان استمر ما شفنا حرب أهلية بمعنى الحرب كما يحصل في سوريا، ولكن ما يحصل في لبنان من جرائم من خطف عم بيصير خطف وفدي وغيره، قتل مواطن من قتل سوري من حوالي يومين ثلاثة أيضا ورميه أمام الناس وغيره، كل هذه بتدلل على فكرة الوضع السياسي إذا يصنع جزء من إحساس اللامبالاة هذا. مايس شكرا جزيلا لك، ودعني أتحدث عن بقية الأسباب لكن من وجهة نظر جلال هو سوري لكن يقيم في لبنان. جلال أهلا بك، لماذا هذا الإحساس العام والقدر من اللامبالاة الذي رصده كثيرون، وأبسط شيء أو للأسف ليس أبسط طبعا أجل شيء عليه فكرة مشاهدة هذه الحادثة بأم أعين الناس ومع ذلك يصوروا الأمر ولا يتدخلوا، لماذا اللامبالاة؟ اللامبالاة بسبب مثل ما نحكي الأخوة المشاركين معك، بسبب أنه عارفين هذا الشخص هو شخص له سوابقه وماشي، شخص مدعوم له نفوذه، ممكن أنه يؤذي أي شخص آخر بدون ما يكون له أي رفعة عين. لو هناك قوانين تطبق على الجميع مثل ما تطبق، المشكلة هي دائما القوانين اللي بتنوضع بتطبق على الفقراء أو على الناس البسطاء من المجتمعات العربية، ما يحصل بلبنان، ما يحصل بسوريا، ما يحصل بكثير محلات من مناطق الدول العربية. القتل عم يكون هواية ببعض الأحيان، لأنه الشخص اللي عم يقتل هو شخص مدعوم، اللي ما عم يبالي هو بيعرف أنه ممكن مجرد تدخل أو مجرد يعني محاولة الدفاع عن الشخص ممكن يتعرضوا للملاقات نفس المصير ويضيع حقه. يعني شخص بس هو معقولة بس القوانين يا جلال ولا منظومتنا نحن أيضا النفسية والمجتمعية تغيرت؟ لأنه كما ذكرنا في البداية منذ سنوات ليست بالكثيرة كان الوضع مختلف تماما، وكانت دائما المجتمعات العربية توصف بأنها مجتمعات النخوة والشهامة وخلافه، واضح أن ذلك اختفى أو تراجع كثيرا. الأنظمة العربية غيبت نهائيا موضوع النخوة العربية بسبب كثير بسيط، انه الاشخاص ما عم يطبق القانون بشكل عادل على الجميع، القانون عم يطبق على اشخاص واشخاص، على الاشخاص اللي ما عم يكون عندهم اي دعم او اي اشخاص او هم محسوبين على اي اشخاص. فهي الاسباب التي اي احد ممكن انه انا اتعرض، يا اما اتعرض للاذى او اتعرض للملاحقه وللتحديد في حال اذا قدمت شهادتي، بس اذا اكتفيت انا بس بتقديم شهادتي قدام القانون عن الحادثه
ماشي، عم يعرضني بعض الاحيان للتهيئات والمضايقات، فما بالك انه اذا اتدخل انا بحادثه جريمه قتل لشخص نافذ عنده نفوذه ومدعوم وبدي دافع عن حدا، فاكيد ممكن تواجه نفس المصير او يقتل على الاقل في ذات المكان ربما. جلال، شكرا جزيلا لك على رايك، وادعوك ان تستمر في متابعه بقيه الاراء التي ستتوالى علينا في نقطه حوار وايضا مع ضيوفي سواء على الهاتف او عبر الاقمار الصناعيه لاحقا. لكن منذ بدايه الصباح زميلي حازم الخولي يتابع كل ما يدور عن حوارنا اليوم عبر نوافذ نقطه حوار الالكترونيه. حازم اهلا بك مره اخرى. في البدايه قلت ان هناك نظره سلبيه الى حد كبير من المشاركين تجاه طريقه تعامل الشخص العادي مع من يمر بكارثه وبحاجه لانقاذ او مساعده. ما هي هذه النظره السلبيه تحديدا؟ بالفعل محمد، هذه الرؤية يعني كثيرة جدا في الحوار. الكثيرون يرون أن ما حدث في لبنان يتكرر كثيرا ويوميا في مناطق ودول أخرى في مجتمعاتنا العربية، دون أن يهب أحد لنجد الشخص الذي يتعرض لمحنة أو يتعرض لأي شكل من أشكال الإيذاء المختلفة. أسباب هذا ستوضحها الأمثلة التي يعني سأقرأها لاحقا، لكن هناك نقطة أشار إليها من شارك في الحوار، وهي أن هذه الظاهرة عادة ما تكون كثيرة في المدن مقارنة بالقرى. القرى يقول المشاركون لا يزال الناس هناك يتمسكون بقيم الشهامة والمروءة والنخوة، كما أن العائلات هناك يعرفون بعضهم البعض، لذا فإنها هكذا حوادث يعني تقل مقارنة بالمدن. الأسباب التي تكون وراء عدم تحمس الناس لمساعدة من يتعرض لأي أذى مختلفة، منها مثلا ما ذكره عبد الله على صفحتنا على فيسبوك، يقول أصبح العنف لا يؤثر فينا كثيرا لأننا اعتدنا على مشاهدته في حياتنا اليومية فأصبح شيئا عاديا. انتصار الباز لديها تفسير آخر، يقول هذا العنف تمارسه المجتمعات العربية كتعويض للضغط النفسي الذي يعانيه الأفراد في تلك المجتمعات نتيجة الحروب والصراعات التي تشهدها. مشاركة أخرى من كيلان حنفي بها سبب آخر، يقول غياب الثقافة التي تشجع على التحلي بالتسامح، كما أن حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مجتمعاتنا لها دور كبير في زيادة العنف، إضافة إلى أن الحكومات نفسها اتخذت العنف آلية في سياساتها. زهير له رأي آخر، يقول أن غياب القانون هو سبب رئيسي لهذه الظاهرة. يقول زهير لابد أن يكون الجميع تحت سقف القانون، وهذا يختلف من بلد إلى آخر، لكن في لبنان كل شيء وارد، فرغم وجود قوانين وأنظمة لكن الزعماء الطائفيين على حد وصفه يقول يغطون على أعمال عنف كهذه. عزة ربيع تحدث عن عامل آخر قد يجعل البعض يحجم عن مساعدة المحتاجين، يقول إذا نقلت شخصا ما تعرض إلى حادث فأنت المتهم الرئيسي إلى أن يثبت عكس ذلك، فما بالك بالتدخل في مشاجرة. ده عن لبنان هذه الآراء، لكن هل ذكر المشاركون دول أخرى أو أوقات أخرى حدثت فيها حوادث مشابهة ربما؟ بالفعل محمد، هناك بعض الأمثلة وردت في الحوار تحدثت عن حوادث مماثلة لما حدث في لبنان، مثلا منها ما يقوله أسامة الذي تحدث عن الوضع في مصر وقال الحكومات العربية جعلت المواطن إنسانا سلبيا لا قيمة له، وهو ما انعكس على سلوكه في المجتمع المحيط به، وأصبحت كلمة وانا مالي هي السائدة، وفي ظل غياب القانون تحولت الشعوب العربية إلى الهمجية والفوضوية. هكذا يقول أسامة، يقول الكل يريد أن يأخذ حقه بذراعه، عن نفسي شاهدت جريمة قتل من أجل 10 جنيهات. هذا أسامة. أما مصعب تحدث عن الوضع في بلده السودان وقال أصبح العنف واجبا وطنيا هنا في السودان، فمنذ الاستقلال ونحن نعيش في حروب أهلية وقتل وتشريد إلى يومنا هذا. لكن أحمد تركي في مشاركته أعطى بصيص أمل عن الوضع في الأردن، يقول 99% من الشعب الأردني لا يمكن أن يرى مشاجرة أو حادث سير أو مصيبة لا سمح الله ولا يتدخل لحلها، هذا الشيء مغروس فينا منذ الصغر. طيب هذا جيد، لكن بخلاف الأردن بقية المشاركين هل رأوا أن فكرة أن يتصدى المواطن نفسه لمنع جريمة أو إنقاذ شخص ما هذا أمر إيجابي أم سلبي؟ هو طبعا أمر إيجابي من وجهة نظر البعض، وطلب
به، لأن عندما يحدث هذا ستقل حوادث البلطجة والعنف التي نراها في دولنا من وقت إلى آخر. مشاركة ممن يسمي نفسه أيام زمان على فيسبوك على صفحتنا يقول: عندما يشعر من ينتهك القانون أن الناس هي أول من يتصدى له فإنه سيخشى فعل ذلك، على عكس ما سيشعر به عندما يرى تخاذل الناس عن نجدة المحتاج أو المظلوم، عندها سيفعل أي شيء أو أي جريمة دون خوف. مشاركة أخرى ممن اختار اسم إعادة الأمل تقول: نعم يجب أن يتصدى الناس لمن ينتهك القانون، لكن هذا بدوره سيؤدي إلى مشاكل وانتهاكات أكبر، بشكل مختصر ستكون خسارته أكبر من فائدته. بالطبع هذه مشاركة ورأي متناقض إلى حد ما، لكن يعني ربما من هول هذه الحوادث والصدمة من هكذا حوادث هو يدعو إلى مشاركة الناس للتصدي لمن ينتهكون القانون، لكن في نفس الوقت هو يتوقع أن تكون المشاكل أكبر والعواقب أكبر. طبعا سأبقى في عرض الآراء على الهاتف يا حازم، وأبقى أنت كذلك متابع عن الآراء التي تأتي أونلاين، ربما نعرض جزءا منها لاحقا، لكن أيضا من خلال الآراء التي جمعناها بالتوجه مباشرة إلى العواصم العربية توجهنا إلى مصر وسألنا عن مدى تطبيق الدولة للقانون وتأثير ذلك على فكرة العنف أو اللامبالاة تجاه حوادث العنف. هل القانون بيطبق ولا لا؟ القانون ده فيه جهات إدارية وجهات رقابية ممكن تكون متخاذلة شوية في تطبيقه، وهو ده اللي المفروض يعملوا عليه. هي بتنفذ مثلا، هنقول بتنفذ 25% منها و75% متنفذ، ويمكن ده بسبب الظروف اللي بتمر بها البلد. أنا شايف إن مفيش تطبيق فعلي للقانون. الحكومة مش بتنفذ كل القوانين طبعا، هي بتنفذ القوانين اللي بتصب في مصلحة النظام. يعني مثال يعني على كده قانون التظاهر ده، هو القانون مهتمية بقوانين وقوانين لا، يعني قانون التظاهر من تاني يوم نفذوه على طول، في قوانين تانية كتير ما بتتنفذ. حديثنا مستمر إذن عن انتشار فكرة اللامبالاة لدى بعض المتابعين في الدول العربية، البعض يفسر الأمر على أنه اعتياد للعنف، المنطلق الحوادث الأخيرة التي أو الحادثة الأخيرة التي حدثت في لبنان، والحضور بدلا من أن ينقذ الضحية الذي كان مصيره القتل اكتفى بأن يشاهد ويسجل على الهواتف المحمولة دون الإنقاذ. لماذا إذن؟ ما السبب وراء تصاعد فكرة اللامبالاة هذه؟ ربما يجيب علي عبر الأقمار الصناعية الأستاذ موسى شتاوي، أستاذ علم الاجتماع. دكتور موسى أهلا بك، لماذا تصاعدت فكرة اللامبالاة بهذه الدرجة؟ حتى الماضي القريب كانت المجتمعات العربية مجتمعات شهامة ومروءة ونخوة، ما الذي حدث؟ يعني بالإطار العام المجتمع العربي انتقل من مجتمع تقليدي إلى مجتمع يعني حديث. المجتمع التقليدي هناك طبعا درجة عالية من الضبط الاجتماعي، درجة عالية من الوجود الإحساس بالكوميونيتي أو بالمجتمع المحلي. طبعا الانتقال إلى المدينة والتحول إلى النمط الحضري أضعف أو بعض الأحيان ألغى وجود هذه المجتمعات المحلية، وبالتالي يعني أولا بشكل عام الضبط الاجتماعي تراجع. ثانيا انا بعتقد انه بالحاله الصارخه اللي احنا استمعنا لها في لبنان، يعني في بعض الحالات اللي ممكن التدخل في هذه الحالات قد يشكل خطرا شخصيا على المتدخل، يعني في حاله عنف شديد مثلا، صراع في سلاح اسلحه معينه او في عنف زائد، يعني الناس تخشى الخطر الشخصي اللي ممكن يترتب على هذا الموضوع. لكن يا دكتور ربما في حالات أخرى ربما تقول منطقي فكرة ألا يتدخل الشخص لكي ينقذ الضحية لأنه خائف، لكن أن يقف ويصور الأمر كيف تفسره؟ أنا بعتقد هذا أقرب إلى الملهاة يعني الاجتماعية، حيث أنه هذا السلوك مستغرب، وأنا لا أعتقد أنه يعني شائع إلى درجة كبيرة جدا في العالم العربي، يعني قد تكون حالة خاصة. على سبيل المثال يعني في الأردن أنا يعني لا أتوقع أن شيء من هذا القبيل ممكن أن يحدث، سواء في حالة عنف يعني شديد أو أقل من ذلك، لكن ممكن أنه إحنا يعني نعزي هذا الوضع إلى خصوصية الحالة اللبنانية اللي فيها يعني قوة غير يعني الدولة، قوة يعني اجتماعية تملك الأسلحة، تملك مصادر القوة والعنف،
اللي يعني في انقسامات كبيره في ذلك المجتمع. فبس حيث انه هي حاله مستغربه جدا، يعني ان تشاهد الناس وتصور وكانها لا تتلذذ ولكن وكانها تستمتع يعني بهذا الشعور، انا بعتقد حاله شاذه. يعني هل هناك رابط كما يعتقد البعض من وجهة نظرك بين ذلك وبين متابعة مشاهد العنف بوسائل مختلفة، سواء الأفلام أو الفيديو جيمز أو حتى في نشرات الأخبار الآن؟ بمعنى أن البعض يقول أن اعتياد المواطن العادي على مشاهد العنف تجعله لا يتحرك عندما يشاهدها في الشارع ربما. لا، ما في شك أنه يعني ليس فقط المشاهد، إحنا حقيقة في العالم العربي في السنوات الخمس الماضية في عندنا مظاهر عنف، ليس فقط العنف السياسي الذي نلاحظه يعني في مناطق النزاع، وإنما أيضا عنف اجتماعي. يعني في أغلب الدول العربية هناك عنف مجتمعي كبير، يعني وبعتقد أنه صح، يعني في اعتيادية لمشهد العنف في المجتمع العربي. أيضا إذا بدأ الآن يعني أعرج على الإعلام، الإعلام يعتمد كثيرا الآن على ما يسمى الصحفي الشخصي يعني أو الإعلام الشخصي، السوشيال ميديا، فبنشاهد هذا كثير مثلا في حالات النزاعات إنه في كثير من الأشخاص هم بيقوموا بصوروا. فيعني أنا بعتقد هذا التأثير تبع يعني الإعلام، يعني انتشار وسائل الإعلام الحديثة، السوشيال ميديا، الإعلام الاجتماعي، نعم، يعني ممكن يكون ساهم بهذا الموضوع. نعم. سأستمر الحديث يا دكتور، لكن اسمح لي أن أخذ اتصال من أبو عمار، هو عراقي لكن متواجد في لبنان. أبو عمار أهلا بك وتفضل اطرح وجهة نظرك. أهلا وسهلا. أتصور يعني هذا الحالة هي ليس حالة نادرة ولا تخص بلد من البلدان، وما يحصل يعني لا نحاول ما يحصل، قد ذكرتم أن الأردن بعيدة عن هذا الموضوع، أتصور من أكثر البلاد العربية التي يحصل فيها مثل هكذا أمور هو في الأردن، قضية قتل الشرف عندما يأخذ الأب ويقتل بنته أمام أخوانها وأمام أولاد عمها، أتصور هذا حالة من التهاون وحالة. ما يحصل الآن في مجتمعنا العربي وفي بلدان هي مرحلة انتقالية وانهيار دولة، انهيار دول، لذلك ما حصل قبل أيام في لبنان لا أحد يقول أن الكل تجمد أمام هذه الحالة. عندما تكون حالة لا سامح الله حريق، نرى الكل يحاول أن ينتقل ويساعد في إطفاء الحريق، أو حالة حادث سير، ولكن حالة القتل وآلة القتل بيد مجرم ومجرم خارج عن وعيه وهو مدمن مخدرات، بالتأكيد لا نعتب على المجتمع ولا نعتب على الآخرين، هذه هي مسؤولية الدولة وليس مسؤولية الفرد. الفرد مسؤولية الأساسية في نظم الدولة وأساس الدولة، الفرد مسؤولية أن يخبر على الحادث. نحن نأتي يجب أن نبدأ لماذا حصل هذا الحادث، لماذا تأخر الوصول الأجهزة الأمنية، وإذا أردنا أن نعود للجانب النفسي إلى القاتل أو لا، حوادث التي تحصل في المجتمع، لماذا وصل القاتل، أنا لا أقصد هذا القاتل بالذات، ولكن لماذا يصل القاتل إلى أن يقتل؟ أتصور يصل أن يقتل عندما يشعر أن هنالك عجز في الأجهزة الأمنية وعجز بأجهزة القضاء أن تحصل له حقوقه، وهذا ما نراه في حدوث اعتقالات الكثيرة في مصر وفي تونس وفي العراق وفي بلدان كثيرة، وحالات أخرى لحالة القتل كما حصل في بعد 2003 من قتل مجيد الخوئي في النجف، وهو إشكال كبير وسحل في الطرقات أمام الناس لأن كانت هنالك سطوة إلى الميليشيات. إذن ما أريد أن أشير إليه أن هنالك مجموعة عوامل اجتماعية وعوامل الدولة وعوامل القانون وعوامل التدخل الخارجي والإعلام، كل هذه العوامل هي التي تعمل على بناء المجتمع وتقويم المجتمع. أبو عمار شكرا جزيلا، أنت طرحت الكثير من النقاط، أريد أن أعرف رأي دكتور موسى فيها. ثلاث نقاط رئيسية طرحها أبو عمار، فسريعا دعنا نتوقف عند كل واحدة فيها. هو أشار إلى صور أخرى من العنف، ربما بعضها قد يكون مستصاغ اجتماعيا لكنه في النهاية عنف، مثل جرائم الشرف في الأردن، هو أشار لهذه الحادثة على وجه التحديد عندما تسحب الفتاة وتقتل أمام أهلها وبنات وأبناء عمومتها، هذا حادثة مشابهة تقريبا لما نتابعه في لبنان. تفضل يا دكتور. حقيقة أولا أنه أنا لما أقول أن المجتمع الأردني مجتمع مثالي،
لكن بما يتعلق في جرائم العنف على المرأة، يعني جرائم الشرف ما يسمى بجرائم الشرف، يعني حقيقة هي بالأردن بنسجل تقريبا كل عام عندنا حوالي 16 أو 17 حالة، فهي ليست يعني استثنائية في ما يتعلق بالدول العربية الأخرى. الفكرة الأعم يا دكتور أن بعض أشكال الجرائم قد تكون مستصاغة ولكنها في النهاية جريمة وعنف أيضا. لا لا صحيح، لكن نادرا هذا ما اريد ان اجيب عليه، نادرا ما يكون يعني قتل المراه يعني بشكل علني وامام المجتمع، هناك حالات يعني قليله جدا تحصل يعني بهذه الطريقه، ولكن في اغلب الحالات تكون حالات قتل المراه في حالات فرديه، بالعكس ياخذها الى مكان معين يسحبها يختبئ بها يخرج بها خارج البيت، هذا ليس صحيح بانه تتم امام مرأة وسماع المجتمع. وأنا مرة ثانية يعني إذا هذا يعني حالة يعني معينة، لكن لا تمثل موقف الناس يعني من المشاكل أو العنف الذي ممكن أن يظهر بين الناس في الشارع أو في المجتمع المحلي. طيب. أو شيء من هذا القبيل. أغلب المجتمعات العربية. أبو عمر أيضا فرق ما بين نوعين. أريد أن أعرف هل هذا التفريق جائز من وجهة نظرك؟ هو قال إن ما زلنا إلى الآن في كل مجتمعاتنا العربية عندما يحدث حريق مثلا الجميع يهب لمساعدة من يمر بهذه الكارثة، لكن في حالة الجريمة أو في حالة وجود مجرم لا يحدث ذلك، هل هذا فقدان للثقة في الدولة مثلا؟ ما السبب وراء أن المواطن يختار أحيانا يهب لمساعدة من يحتاج مساعدة وأحيانا أخرى لا؟ لا، في حالة الحريق يعني هناك ضحية، ولكن لا يوجد يعني جاني، يعني لا يوجد يعني المخاطر يعني ما تكون متدنية على الشخص المتدخل. أنا بعتقد مجال المقارنة غير لائق، يعني غير مناسب يعني، لكن أنا بعتقد صح يعني إذا أشار إلى نقطة الأخ أبو عمار مهمة، إنه مسؤولية الدولة حماية الأمن الشخصي والأمن المجتمعي بشكل عام، وعندما يكون هناك طبعا ضعف يعني في قدرة الدولة في أجهزتها بأن تحمي المواطنين، نجد أنه يعني حالات العنف بتزيد أولا، وثانيا يعني ثقة الناس في الأجهزة وثقتها في القضاء وثقتها في أنه يعني ما تصبح هي أيضا طرف في المشكلة بصير يعني عالي، وبالتالي ممكن تحد من قدرة الناس على المشاركة، ما في شك في هذا الموضوع. طيب يعني سأعود لفكرة انهيار الدولة على وجه التحديد، وما إذا كان ما يحدث هذا هو انهيار للدولة فعلا ولا لا يا دكتور، لكن خليني أخذ اتصال هاتفي من أسامة يتحدث من مصر. أسامة أهلا بك. محمد السلام عليكم. عليكم السلام يا عزيزي، أهلا وسهلا، تفضل. لا حضرتك، بالنسبة للحكومات العربية هي تعتبر هي المسؤولة عما وصل إليه المواطن من الحالة السلبية وحالة التهميش. حكومات العربية جعلت من المواطن إنسان سلبي مهمش لا قيمة له ولا أهمية، كل هدفه نوع توفير لقمة العيش بالكاد له ولأسرته، نوع المشي جنب الحيطة طبعا، السياسات دي كلها أصبح المواطن مجرد رقم، هو يعتبر عاش أو مات طبعا ما بيشكلش مشكلة لها. ده الحاجات دي كلها اتعكست على سلوكه وعلى تصرفاته مع المجتمع المحيط بيه. طبعا العشوائيه والهمجيه والفوضويه ده بقى شيء عادي ومألوف في الشارع. بس هل معنى ذلك ان في حوادث مشابهه للحادثه التي نرصدها الان في لبنان حدثت في مصر او منتشره ايضا في مصر؟ الحوادث دي منتشره في مصر عادي على فكره، انا عن نفسي شفت حادثه زي دي وما كانتش في مدينه، في قريه عندنا اثنين نفس يعني، بس ما كانتش طبعا على مرور ولا حاجه، كان اختلاف ما بينهم يعني على فلوس او كده، وقتل واحد يعني طعنوا قدام المره وقدام كل على الملأ وعلى مرأة ومسمع من الناس ومحدش اتدخل، لانه كل طبعا واخد موقف سلبي، هو خايف. بالرغم ان هي قريه، وبالرغم ان احنا حتى ذكرنا منذ قليل كما قال زميلي حازم ان عاده في المجتمعات اللي بتبدو اكثر انغلاقا البعض بيرى انها بتكون اكثر محافظه اكثر، وبالتالي فكره ان يهب الشخص لمساعده المحتاج هذه ما زالت موجوده، بالرغم من ذلك هذا لم يحدث. هذا لم يحدث محمد، عرف ده الحادثه دي يعني ما بتفرقش سواء في قريه او في مدينه، هو العنف
والهمجية ما بتختلفش قرية أو مدينة أو كده. لأن وبعدين ده في مثل مصري يعني احنا عارفينه طبعا كلنا، يقول لك ميلوب المخلص إلا تقطع هدومه. ده في الأخبار باستمرار، الأخبار صفحات الحوادث يقول لك فلان شاب دافع ثمنه يعني دفع حياته ثمنا لشهامته، حاجات زي كده. صحيح. طيب شكرا جزيلا يا أسامة على هذه النقطة. وخلينا نسأل الدكتور موسى على هذه النقطة تحديدا. نحن أمام رأيين يا دكتور، من يرى أن ما زال هناك فارق بين المجتمعات القروية وأيضا المجتمعات البدوية كذلك ومجتمعات المدن، ومن يرى أن الأمر صار سواسية بشكل أو بآخر. يعني الموضوع يعني حيث لا يحتمل وجهة النظر كثيرا، لأنه إذا بنطلع على إحصاءات الجريمة إحنا في العالم العربي سواء في الأردن أو في لبنان أو مصر أو أي دولة أخرى، نجد بأن الجريمة أو نسب الجريمة متدنية جدا في المجتمعات الريفية والمجتمعات البدوية. هذا لا يعني أنه ممكن ما يكونش في حالات معينة اللي بتخالف هذا التوجه، لكن واضح أنه التوجه العام أنه لا، الجريمة هي أقل في هذه المجتمعات. لكن أيضا نقدر نقول أنه أحيانا في بعض المجتمعات الريفية في تعصب طائفي أو في تعصب عشائري، فممكن في حالة من حالات يعني عنف من هذا القبيل نشهد مظهر، يعني إذا ممكن أبناء عشيرة يتفرجوا على أحد أبنائهم يعتدي على شخص آخر، هذا ممكن. أو أبناء طائفة أو شيء من هذا القبيل، فهذا ممكن. لكن بالاتجاه العام لا، حقيقة المجتمعات الريفية هي أقل يعني ممارسة للعنف المجتمعي بشكل عام أو العنف يعني الفردي. النقطة التي كنا نتحدث فيها قبل أن ينضم إلينا أسامة، فكرة أن البعض يرى أن اللامبالاة في حد ذاتها هي نوع من فقدان الثقة بالدولة، وحتى المتصل الذي سبق وقال أننا أمام حالة من انهيار الدولة صنفها كذلك، هل هذا مبالغة في التصنيف أم حقيقة؟ لا طبعا أنا بعتقد أنه مبالغة، لأنه حتى لو يعني فقد المواطن ثقته في الدولة أو في أجهزتها، وماذا عن المجتمع؟ يعني أنه الإنسان هو يعيش في مجتمع معين، في إطار اجتماعي، في سكن، في قربة، في معاشرة، في معايشة، يعني فهذا لا يفسر، يعني هذا يعني ليس كافي. أنه عدم الثقة ممكن تكون لها دور في الخوف من يعني التبعات الشخصية على 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 الموضوع. لكن حقيقة القيم الاجتماعية بالعكس، أحيانا لما يكون في يعني انهيار للدولة وضعف للدولة بنجد انه المجتمع بيكون اقوى، يعني انه المجتمع بيعرف انه ما في حدا يحميه، والناس بتحاول انه تجد اطار تحمي نفسها من هذا الموضوع. لكن يعني حقيقة انه الظاهرة متعددة الابعاد وما بنقدر نعزيها بكل المجتمعات العربية لسبب واحد. في مظاهر يعني اختلال كثيرة حصلت في المجتمع العربي في السنوات الماضية، في عنا انفجارات سكانية خلينا نسميها، توسع غير مدروس كبير جدا في المدن، في مشاكل اقتصادية، في كثير من الظواهر اللي هي بتساعد يعني على ظهور هذه مظاهر العنف أو هذه الحالات من اللامبالاة يعني اللي بنشوفها. طيب يعني آخر شيء سريعا جدا يا دكتور، هل هناك طريقة للحل تعتقد لإعادة النخوة والشهامة والهبة لإنقاذ من يحتاج لمساعدة؟ سريعا جدا أرجوك. لا يعني أولا يعني هذه عملية صعبة جدا، لكن أنا ما أريد أن أقول أن مسؤولية الدولة في فرض النظام سحب السلاح من الناس، يعني معاملة الناس بتساوي بالعدالة، أكيد أنه إحنا بحاجة أنه نعلم الناس الحل السلمي للنزاعات والخلافات اللي موجودة. يعني السبب اللي خسر حياته من أجله المرحوم جورج يعني سبب سخيف، يعني خلاف في السير أو شيء من هذا القبيل. يعني نعلم مجتمعنا أنه كيف يتعامل مع الآخر، كيف يحل المشاكل والنزاعات اللي موجودة بطرق معينة. ما في شك أنه هذا يحتاج إلى شغل كبير جدا. نعم دكتور شكرا جزيلا. دكتور موسى شتوي أستاذ علم الاجتماع يتحدث إلينا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك. آخر متصل ربما يتحدث إلينا من الأردن، عمر تفضل. يعطيك العافية. يعافيك سيدي. تعقيبا على كلام الدكتور موسى شتاوي، وأنا أحترمه ومقدر الدكتور موسى، دائما المشاكل والمظاهر هاي المظاهر العنف تتفاوت من بلد لبلد على مستوى الدول العربية، وحتى عنا بالأردن تتفاوت من مدينة لمدينة. كيف؟ عمان مدينة كبيرة، أو الزرقاء أو إربد مدن كبار،
فيها يعني خليط من البشر من كافة الأصول. لكن إذا جيت على مجتمعات ريفية داخل الأردن تلاقي النخوة موجودة وتلاقي القانون مطبق، حتى بالمدن الكبيرة مطبق القانون. لكن أنا لو كنت بعمان وشفت مظهر مثلا مشكلة أو شغلة زيك، أنا تتكرر المشكلة مرتين ثلاث معي وأنا نازل على عمان أتفرج وأشوف. فإذا كل مشكلة بدي أوقف عندها معناته أنا بدي أمضي طول وقتي وأنا بس أوقف وأتابع وأحجز وشغلات زيك بين الناس. فهي هاي المظاهر هاي متفاوتة بالأردن. بالمدن الريفية المدن القليلة السكان تلاقي النخوة موجودة من أول المشكلة، بتلاقي المجتمع سيطر عليها وحل المشكلة قبل حتى ما تتدخل الدولة. شكرا جزيلا يا عمر، شكرا جزيلا لك. حازم محمد، المشاركات لا تزال تتوالى، ومنها ما تقوله نزيهة سالم، تقول: الشهامة انقرضت في مجتمعاتنا العربية، مثلها مثل الكثير من الفضائل التي لم تعد موجودة للأسف. معتز الطيب يقول: القوانين في بعض الدول لا تشجع على مد يد العون، بل في بعض الأحيان تجرم من ساهم في مساعدة الآخرين. محمد الحسيني يقول: لأننا أصبحنا في زمن القوي يأكل الضعيف، وبسبب غياب القانون والعدل لذلك من الأفضل ألا تتدخل في شيء لا يعنيك. إليك محمد. شكرا جزيلا يا حازم. استمروا في الإدلاء بالرأي على bbcarabic.com أو على فيسبوك وتويتر لمن يريد أن يتواصل إلكترونيا. الحوار سيستمر كذلك مباشرة عبر خطوط الهاتف في نقطة حوارنا عبر أثير BBC معي أنا محمد عبد الحميد بعد قليل.